يقول الأخ: ما العلاج للتخلص من شهوات الدنيا ومغرياتها وفتن النساء خاصة؟ أجدها في عملي وفي الأسواق، علماً أني متزوج وأسمع من الدروس العلمية. أعظم دواء وأبلغ شفاء وأكبر زاجر في هذا الباب أن تستحي من الله، وأن تذكر رؤية الله لك واطلاعه عليك. والله سبحانه وتعالى يقول: يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فأكبر شفاء بإجماع أهل العلم أن تذكر اطلاع الله عليك ورؤيته سبحانه وتعالى لك، وأنه سبحانه وتعالى نهاك عن ذلك. فداوي قلبك بهذا الدواء. قد قال قتادة رحمه الله تعالى: إن هذا القرآن فيه ذكر دائكم ودوائكم، أما دائكم فهو الذنوب، وأما دوائكم فهو الاستغفار. فأكثر من الاستغفار واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وجاهد نفسك على غض البصر. قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. انظر إلى هذا الزاجر ختمت به الآية: إن الله خبير بما يصنعون. فذكرك لاطلاع الله عليك ورؤيته لك، وأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، هذا أكبر زاجر وأكبر رادع. وثمة أمور عديدة في هذا الباب، لكن مداواة النفس بهذا الدواء العظيم ذكر اطلاع الرب سبحانه وتعالى هو أنفع ما يكون دواء وشفاء في هذا